السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم مع الناس. هنبتدي حلقة الليلة بمجموعة من الأخبار المهمة، والبداية من وزارة التربية والتعليم اللي أعلنت عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة، زي رقم الجلوس وأرقام اللجان اللي هيؤدي فيها الطلاب الامتحانات والمواد الدراسية اللي الطلاب هتأدي فيها الامتحانات، وده بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو 2024. كل ده طبعا في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. الامتحانات دي من المقرر إنها تبتدي يوم 10 يونيو المقبل إن شاء الله، بالتوفيق لكل طلابنا. أروح بحضراتكم لخبر تاني مهم خاص بموسم الحج. وزارة الحج والعمرة السعودية قررت عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بكل أنواعها، وده اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 مايو ولمدة شهر كامل. شددت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه هتطبق غرامة قيمتها 10,000 ريال على كل من يضبط من المواطنين والوافدين الذين لا يحملون تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة. أما بقى اللي هيؤدي فريضة الحج بدون تصريح فهيتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة العربية السعودية. بنفكر حضراتكم كمان إن يوم 29 مايو الجاري هينطلق أول فوج للحج من مصر إن شاء الله، وده هيكون لحجاج الجمعيات الأهلية وحجاج حج القرعة. هتبدأ شركة مصر للطيران بداية من اليوم المذكور في تسيير جسرها الجوي لنقل الحجاج المصريين وحجاج بعض الدول الإفريقية كمان. أما بالنسبة بقى للحج السياحي فده إن شاء الله أول فوج منه هينطلق يوم 31 مايو الجاري برحلات الحج البري. تقبل الله من الجميع صالح الأعمال وكتب لنا جميعا زيارة بيته الحرام والوقوف بعرفات. الأسبوع ده زي ما كلنا شايفين طبعا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا، وأكيد كلنا بنسأل يا ترى الموجة الحارة دي هتكمل معانا لحد إمتى، والأخبار هتكون إيه الأسبوع اللي جاي. عشان كده معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد علشان نسألها. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك دكتور أسامة، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يا ترى عند حضرتك بشرة؟ طبعا احنا جميل. طبعا على مدار الأيام الماضية كلها كانت ارتفاعات طبعا في قيم درجات الحرارة، وكانت صحيح. موجة شديدة الحرارة أثرت على معظم محافظات الجمهورية، وده كان وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية اللي بتطمن كمان كل السادة المواطنين من بكرة الجمعة إن شاء الله. التوزيعات الضغطية اللي بتأثر علينا هتختلف تماما، بعد ما كنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية اللي أدت للارتفاعات الكبيرة في قيم درجات الحرارة وكمان المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، بكرة الجمعة إن شاء الله هيحصل انتصار لحدة هذه الموجة، هيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 5 درجات. هنتحول من الأجواء الشديدة الحرارة إلى الأجواء المعتادة في الوقت ده من السنة اللي هي الأجواء الحارة فترة النهار. العظمى على القاهرة الكبرى بكرة إن شاء الله متوقع أن هي تكون 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، لأن إحنا على مدار هذا الأسبوع كله كانت قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 6 لـ 8 درجات. يمكن إحنا وصلنا عظمى على القاهرة الكبرى لـ 41 درجة مئوية في الظل. أكيد المحطة كمان كانت أعلى من الـ 41 درجة مئوية. إن شاء الله من بكرة الانخفاضات هتبقى موجودة بسبب تأثرنا بقى بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. كمان هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة، السحب دي هتحجب جزء من أشعة الشمس هتساعد أيضا على انخفاض قيم درجات الحرارة، والانخفاض ده هيكون في محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وأيضا محافظات شمال الصعيد. المناطق اللي موجودة في جنوب الصعيد لسه هيكون عليها ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لكن مع يوم السبت هتشمل الانخفاضات المناطق الموجودة إن شاء الله في جنوب الصعيد، لأن الانخفاض مستمر معانا الجمعة والسبت. بس دي انخفاضات مؤقتة، مش هنقدر نقول مؤقتة لأن هي الارتفاعات اللي هتبقى بعدها هي اللي هتكون مؤقتة، يعني احنا إن شاء الله متوقع الحد والاثنين ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة، ثم تعود ثاني دي الانخفاضات مع يوم الثلاث والأربع، فهتكون كده يومين اثنين فيهم ارتفاع مؤقت وسريع في قيم درجات الحرارة مش هنحس بيه بالشكل الكبير، لأن قيم كمان الارتفاعات أقل من اللي احنا سجلناها خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. هيكون كمان في نشاط للرياح فترات المساء ساعات الليل في معظم محافظات الجمهورية، ده هيخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة اعتدال الأجواء كمان بشكل كبير ويلطف الأجواء
ونحس بنسمات الهواء اللطيفه بعد طبعا ما افتقدناها على مدار الاسبوع الماضي كله او الايام الماضيه كلها. فنبشر كل الساده المواطنين نقدر نستمتع بالاجواء الجمعه والسبت ان شاء الله، ويمكن كمان على مدار الاسبوع اللي جاي. هو بس يوم الاثنين اللي هتكون في الارتفاعات الملحوظه في بعض المناطق الموجوده في الجمهوريه، لكن على مدار الاسبوع كله ان شاء الله الاجواء الربيعيه موجوده فتره النهار وكمان فتره الليل. عظيم جدا. طيب وماذا عن حاله البحر؟ يعني اخواتنا الصيادين ممكن نقول لهم ايه؟ هو احنا طبعا في 48 ساعة اللي جاية حالة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط هتكون معتدلة بشكل كبير. هو مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن احنا دايما ارتفاع الأمواج اللي بيبقى مناسب للملاحة البحرية والصيد ما بيكونش هو المناسب لأعمال التنزه. فاحنا دايما بننصح السادة المواطنين، لأن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 1.5 ل 2 متر ده ارتفاع معتدل تماما لأعمال الملاحة البحرية، لكن التنزه دايما نخلينا في منطقه قريبه من الشط، لان دايما ارتفاع الموج داخل عمق البحر المتوسط بيختلف عن الشط. فلو احنا عاوزين نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر المتوسط دايما يبقى احنا السباحه او العوم يبقى في منطقه قريبه من الشط، بلاش التعمق داخل البحر المتوسط. وبنأكد ده ان احنا بنقول ان احنا بنتحول من الاجواء شديده الحراره، مش معناها الانتصارات ان الاجواء ربيعيه ما نتعرضش لاشعه الشمس فتره النهار. احنا بنرجع للطبيعي في الوقت ده من السنه اللي هي الاجواء الربيعيه الحاره فتره النهار. عشان كده احنا هننصح كل الساده المواطنين بقدر الامكان فترات الظهيره نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر، خاصه من الساعه 1 لحد الساعه 4. لو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس. طبعا ازازه الميه في ايدي على مدار اليوم ده هيساعدني في تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. اكيد. دكتورة منار غانم شكرا جزيلا لحضرتك وبشرة جميلة إن شاء الله الأجواء إلى اعتدال. مشاهدينا الكرام هنطلع دلوقتي فاصل سريع ونرجع بعده ونستقبل ضيف حلقة الليلة فضيلة الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى مدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، وحوار مهم عن الصفات اللي تملك بها الزوجة قلب زوجها. انتظرونا. رجعنا لحضراتكم أعزائي المشاهدين ومستمرين معاكم في الحديث عن الأنواع الجديدة للزواج اللي طرأت على مجتمعاتنا واللي للأسف كان لها تأثير كبير جدا في استقرار البيوت. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الأنواع دي ووضحنا لحضراتكم تأثيرها في الأسرة والمجتمع. اتكلمنا كمان عن نصايح كتير عشان نتجنب الأنواع دي من الزواج. في حلقة الليلة بقى إن شاء الله هنستمر مع حضراتكم في الحديث عن الحاجات اللي بتخلي البيوت مليانة بالهدوء والاستقرار. هنتكلم عن الحاجات أو الصفات اللي لو عملتها المرأة هتملك بيها قلب زوجها عشان تكون إن شاء الله حياتهم دايما سعيدة ويتجنبوا المشكلات والخلافات الزوجية الحادة. كل ده إن شاء الله هنعرفه من ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى مدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أنا عايز أبتدي من اخر سؤال او مداخله جات لنا الحلقه اللي كان في وعد ان كان في وعد مع صديقنا اللي اتصل بينا من المنيا. من المنيا مظبوط. من المنيا ان هو سالنا قال لنا طيب انتوا قاعدين تتكلموا عن الصفات الصفات اللي المفروض تكون في الزوج عشان يملى قلب يملى عين مراته. فقال لنا طب ومش هتتكلموا عن الزوجه؟ النهارده نتكلم عن الزوج. صحيح. وانا ساعتها قلت له ان ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم الأول. وبعدين خلق ستنا حواء من ضلع سيدنا آدم. طيب خلاص يبقى احنا لازم نتكلم دلوقتي عن ازاي حواء تكون بتحوي كل معاني اللي تأسر قلب الرجل. ازاي تكون امرأة كاملة. دايما بتبقى المرأة عندها مشكلة أساسية لو حست ان هي مش امرأة كاملة في عين زوجها. فاحنا هنقول لها شوية حاجات تخليها امرأة كاملة في عين زوجها. عظيم. احنا هنقول لها الحاجات اللي ممكن ببساطة تستطيع ان هي تعملها. اول حاجة انا اقول 7 حاجات زي ما تعودنا المرة اللي فاتت. سباعية زي المرة اللي فاتت. سباعية. عظيم. ليه بقى؟ لان احنا بنقول كده لان ده بيبقى سهل، مش بس سهل في الحفظ. لا هو دوت بيخلي الانسان يقدر لو هنعمل دورة تدريبية نقدر ندرب الناس. لو الناس هتمشي فيهم برنامج يتدربوا عليه في الاسبوع. عشان احنا قلنا رقم 7 دوت فيه خير كتير جدا جدا. نعم. جدا. صحيح. وخاصة كمان احنا جايين في الحج، جايين في موسم الحج. نعم. واشواط الطواف 7 واشواط السعي كمان 7. صحيح. فاظن تبقى كلها شيء ربنا سبحانه وتعالى يملى حياتنا كل ايام الاسبوع بالخير ان شاء الله. المرأة عشان تملك يعني تملك قلب زوجها
عندها سبع صفات. الصفة الأولى إن هي تكون متفهمة لظروفه ومقدراها. تمام. الصفة الثانية إن هي تكون محترمة لخصوصيته. أنا عارف إن كل حاجة يعني بعد شوية أنا بقول كده الستات هيجوا يقولوا إيه؟ طب ولما نعمل له كده طب هو يعمل لنا إيه؟ يعني أنا بقول له الصفات دلوقتي بس إيه؟ تمام بس هنشرح. يبقى هنشرح. أول حاجة أول قلنا متفهمة لظروفه ومقدرها. تاني حاجة محترمة لخصوصيته. تالت حاجة واثقة فيه. أنا كل ما من كل أصعب الحاجات. كل ما أقول حاجة هتلاقي الأزواج يا رب يا أيوة. سلام إحنا بنقول هو أيوة. يا سلام معنى يا سلام إيه الاحتياج إني أيوة. أكيد يبقى واثقة فيه ممتنة ممتنة لي بعد كده معبرة عن حبها ممتنة على فكرة غير معبرة عن حبها ممتنة يعني لما يعمل حاجة تمتن لي معبرة عن حبها وخاصة أمام الآخرين بالظبط زي ما احنا قلنا صفه مماثله برضو في الطرف بالزبط. الاخر المره اللي فاتت بعد كده رقم ستة ان هي تكون داعمه داعمه لي رقم سبعة متقبله قيادته واتكلمنا المره اللي فاتت فكره الحنيه وفكره القياده تمام. بحنيه والقياده بايه بحكمه تمام فالسبع صفات دول في الاخر خالص هنقول هتوصل لايه يعني عظيم. ده ايه الشعور اللي يحصل للرجل لما السبع صفات دول يكونوا المراه بتوصلها دي متفهمه لظروفه المراه لو تفهمت ظروف الرجل اللي بيوصل له على طول بيوصل له ان هذه المراه حريصه على مشاعره هذه المراه حريصه على ان هو يعيش حياه هادئه ولازم نقول السبع حاجات عند المراه توصلها للنوع الحب اللي هي بتحبه المراه بتحب الحب الايه الحب الامن الامن الرجل يحب الحب المريح لا عايزين نعرف الفرق الفرق ما بين الحب الآمن الحب اللي ما فيهوش يعني المرأة بطبعها بيكون عندها دخل الجواز بتوقعات دخل الجواز بمخاوف دخل الجواز بشوية حاجات كده فهي أول حاجة بتتمناها ولذلك مثلا أول حاجة تتمناها المرأة أو تتوقعها لما يكون مع عندها أب جميل وداعم ليها أو ما عندها أو عندها مشكلة في مسألة وجود الأب أول حاجة متوقعها إن زوجها ايه اللي حصل لاما يستمر في حنان الاب او يعوض حنان الاب اللي ما خدتهوش يا يبقى امتداد يا يبقى تعويض ليه بقى لان هي حاسه ان ده هو الامان بتاعها هي اكتر الحاجات ايه اللي بيخلي البنت تبكي وهي خارجه من بيت اهلها ان هي حاسه ان هي خارجه منين من زي ما بيقولوا كده كانها خارجه من الكونفورت زون من المنطقه مساحه الراحه ومساحه الامان فهي دايما الحب اللي هي عايزاه الحب اللي يحسسها بالامان ولذلك الراجل هو عايز حب مريح مريح بقى بمعنى الراجل يا عيني قاعد تعبان وشقيان طول النهار وهو بيفكر في حاجات كتيره والمستقبل عامل ايه وافضل في عين زوجتي بطل ولا لا افضل طول الوقت بيفكر في ده عايز يعمل ايه يرتاح يعني ايه يعني في الاخر خالص يحس حواليه بالاستقرار وبالهدوء ولذلك تلاقي اكتر حاجه الراجل عايزها حتى على فكره لو كان الراجل عايز حركه وشقاوه في البيت برضو عايز ده في ايه في هدوء عايز يحس بان هو يكافئ اكتر حاجه بيحس الراجل بيها لما يكون في البيت وعشان كده احنا قلنا نمط قبل كده نمط في الجواز المره اللي فاتت ذكرناه ايه اللي بيحس بيه بيحس ان هو بيكافئ فهو عايز تلاقي كده الزوج صرف كتير قبل الجواز وبيعمل حاجات عايز في الجواز ايه اللي يحصل ان هو يكافئ بايه ان هو يستريح مش فكره بس ينبسط لان هو لو انبسط ومرتاحش هو بيحس ان هو ما وصلش اللي هو عايزه راحت بدن وراحت بال يعني الاثنين راح انشراح صدر وهدوء وعدم تفكير في يعني لو قلت الكلمه دي هتتفهم ازاي راح عظيم دي شيء طيب. مهم جدا طيب متفهمه لسه مع الصفه فهي الأولى. متفهمه لظروفه ولا لطباعه لا ظروفه يعني الراجل في بعض الاحيان بيبقى مش راضي عن طباعه واللي ما تعرفوش الست لكن مش هيقبل ان هي تغيره فهي متفاهمه لظروفه ممكن تتفاهم لظروفه فيؤدي ذلك الى تغيير طباعه انا ما عنديش حاجه في الانسان ما تتغيرش بالمناسبه يعني كل حاجه في الانسان ممكن تتغير حتى على فكره طول الانسان لما بيكبر بينحني صحيح. ففكره ما فيش حاجه في الانسان لان هو في الاخر ايه حادث زي ما احنا بنقول في علم الكلام الانسان حادث يعني متغير فيتغير الانسان فحتى الطباع تتغير فهي لما تكون متفهمه لظروفه ومقدراها هو يحس بايه
يحس بان في هم اتشال من على قلبه. مين بقى اللي شال الهم ده؟ حبيبته. فتفضل في قلبه ان دي اللي بتريحه، اللي شايلها لها على طول بالظبط، فيفضل ممتن ليها تماما لما تكون مقدره ظروفه. عظيم. فمثلا وفي ستات كتير هتعمل كده، يعني مثلا لما تقدر ظروفه ايه اللي حاصل، تقول لهم يا اولاد احنا مش هنطلب حاجه من بابا دلوقتي، بلاش نتكلم دلوقتي، بلاش. فهو قاعد كده اهو، وهي بتقول طب خلينا نتكلم بعدين. ليه طيب؟ بس عشان ده هو نفسه يحس بان هي مقدره، يقول لا والله ده انا لازم اكافئها، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فايه اللي يحصل؟ يبادر بانه يبقى حريص، وما انه كان جاي والله لو كلمتني في اي حاجه وانا تعبان والله العظيم ما انا. فهي لما قالت له خلاص انت ارتاح دلوقتي، التقدير يقابل بتقدير بالظبط، هو ده اللي حصل. فهي مقدره لظروفه، ومن اكتر الحاجات اللي بتبقى تحسس الزوجه ان هي مقدره ظروفه، ان هي تقدر مساله اوقات ارهاقه وضعفه، اوقات الهوان اللي بيبقى فيها. في رجاله كتير بتحس بالضعف فيتقدره. من اشكال التقدير مثلا ان هي اوقات الضعف، في ستات كتير ما تحب تشوف الرجل ضعيف، لما يكون الاوقات دي اوقات تستحق ان هو يظهر فيها ضعفه. مش هو طول الوقت راجل اعتمادي ولا هو كذا، سيبيه في لحظه. بالعكس، ده احنا في اوقات كتيره بنقول للزوج لو عايز تملك قلب زوجتك اظهر بعض الضعف، فالوقت دوت بيحترم. عظيم. يعني الوقت دوت لما الانسان يحس بضعف ما تجيش تقول له انا مش عايز اشوفك كده، هي عايزه طول الوقت تشوفه ايه بقى، الفارس اللي شاري السلاح، ولو حصل مشكله في الشغل ياخد حقه تالت متلت. هو لا، محتاج ان هو يحس في بعض الاحيان ان هو ارهق. ولو ما ابداش الضعف قدامها يبدي قدام مين بالظبط؟ فهو لا بيحس، ما انا عشان كده قلت بيحس ان هو ايه، مرتاح ان هو معاها، حاسس ان هو بيظهر في كل ظروف. هي سكنه بالظبط، هي سكن لتسكنوا اليه. نعم. فهنا المساله دي مهمه جدا جدا ان تكون متفاهمه لظروفه ومقدراها. عظيم. اللي انا بقوله ده كتير من الرجاله بيقولوا هو في ست ممكن تعمل كده؟ يعني تخيل صعوبه، يعني احساس الرجاله ان ده الستات مش هيعرفوا يعلموه طول حياته. لا، وبتشوفوا ده في المركز؟ طبعا بشوف ده في المركز كتير، بس انا بقول له لا، انت بتشوفه ساعات وساعات بتقول لها شكرا على انك انت قدرت ظروفي وما اعرفش ايه. ده غير الدعم لسه جاي. لسه جاي. يبقى عندنا متفاهمه لظروفه ومقدراها. هاخد رقم 2 اسمح لي، لكن بعد الفاصل. انتظرونا اعزائي المشاهدين. بجدد الترحيب بحضراتكم وبفضيله الدكتور عمرو الورداني. احنا بنتكلم عن السباعيه اللي الزوج منتظرها من الزوج. اتكلمنا عن حاجتين، تكون متفهمه قلنا لظروفه وليس لطباعه، وانها تكون محترمه لخصوصيته. محترمه لخصوصيته. ثالث حاجه تكون واثقه فيه. واثقه فيه يعني. وساعات الستات بتبتدي في الجواز بانها تكون واثقه فيه، وبعد كده مع الاشياء وكان هي التوقع بتاعها كان لابد يتضبط من الاول. انت متجوزه بشر، تقول لي يعني متجوزه بشر يعني يغدر بيا؟ لا، الثقه دي بتتعاش. كل ما الرجل بيحس، انا اعرف رجاله كتيره انصلح حالهم بسبب ثقه زوجاتهم فيهم. الله. يقول انا مش ممكن اكون، يعني انا كتير من الرجاله يقول لك انا ممنون لها قوي، انا ما كنتش ثقتها فيا. فهي لما تثق فيه بتحسسه ان هو بطل. كتير من الرجاله لما يحصل منه حاجه مخالف لثقات الزوجه فيها يبكي ويحزن جدا جدا جدا. فلما انا طبعا ما رايش حاجه غير الناس، واقعد احلل. حتى بتكلمنا من الواقع العملي المعاش، طب اقعد احلل هو ايه اللي مخليه بيبكي على الثقه اللي فقدها، بفعل فاعل ولا بسوء ظن منها؟ حتى لو بفعله. يعني هو لما بتفقد الثقه فيه بيفضل، انا اعرف، انا مثلا عندي مثلث كذا اسمه مثلث التعافي من الخيانه. بيشيل حاجات، بيتعب، بيقول لي انا خلاص تعبت، انا بقالي لا في كلمه ولا في حاجه. وانا عارف هو بيعمل كده ليه، عشان يسترد ثقتها. طيب هستكمل ده مع فضيلتك، بس اسمح لي ناخد عبد الله من المنوفيه. اهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ مساء النور، الحمد لله. بحيي حضرتك وبحيي اسره البرنامج واسره القناه واستاذ المشاهدين كلها. شكرا جزيلا.
تفضل سامعينك. انا سؤال كان حضرتك يا دكتور، انا دلوقتي هتجوز ان شاء الله بعد العيد. ان شاء الله على خير يا رب، مبارك مقدما. الله يبارك في حضرتك. خطيبتي كانت عايزه تروح يعني الكوافير وتعمل ميك اب وتدفع مبلغ كبير جدا. يعني مبلغ ما، بس انا شايف ان ده حرام. طيب عندك اسئله اخرى؟ طب انت شايف ان ده حرام عشان الاسراف، ولا شايف ان حرام ده عشان الـ عشان الـ الزينه يعني؟ الزينه يعني. لا اسراف. اسراف. ومش موافق، فهل كده انا عملت صح ولا غلط؟ هجاوب على حضرتك. شكرا ليك، اتفضل. لا، اللي انت عملته غلط. لان هي هتشوفك بخيل على طول. يعني انا بتكلم بوضوح، بس هو ده هو بيسالني من ناحيه الشرع. من ناحيه الشرع هي الان لو كنت تقدر على ذلك وذلك يسعدها، يعني لو هي هتعمل ميك اب ما بيخليهاش حد تاني، ولا بيخلي نوع من انواع كانه بيصنع مهرج، لكن بيفهم بيخلي الانسان بطبيعته، ولكن اكثر نضاره. الحاجات اللي الحاجات المباحة دي يبقى ما يناقشهاش في المبدأ كله، إنما ممكن نتكلم في التكلفة نفسها. نصحتي دي ما يخليش سبب الرفض المال. عظيم. ليه طيب؟ لأن هي أحاول أقول له، أنا بقول لهم ساعات بعد الدورة أنا بشتغل مترجم، بترجم الستات للرجال والرجال للستات. فأنا هترجم له هي تفكر إزاي. هتفكر ببساطة خالص إن هو إيه اللي حاصل، صعبان عليه يفرحها. ده شعور مدمر. ما هو ده شعور، مش هو مش محتاج لده. إذا لكن هو يعمل ايه؟ يقدر يقول ببساطة خالص انا امكانياتي تسمح بكذا. فهي تمارس الصفة الاولى مقدرة او متفهمة لظروف. بالظبط بالظبط. عظيم. ده كلام طيب. فاحنا عندنا متفهمة محترمة لخصوصيته وثقة فيه. وثقة فيه. امال الناس اللي بتقول لا يا سيدي، الشاعر بيقول لا يكن ظنك الا سيئا إن سوء الظن من أقوى الفطن. هذا إيه؟ هذا الكلام، هذا الكلام برضو هم بيستدلوا برضو بكلام سيدنا الإمام الشافعي. نعم. يقول إن سوء الظن من إيه؟ من حسن الفطن. هذا 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 بيقول لا تكن غبيا. يعني شخص مجرم قتل قتلة وقتل قتلة وسيء الأخلاق وبيعمل كل حاجة وحشة، وبعدين تقول إيه؟ أنا حسن الظن فيه، أنا حسن الظن إن ربنا يهديه، لكن مش حسن الظن أروح يعني واحد نصاب فأروح أحط الفلوس بتاعي مع واحد نصاب وأقول. فهو سيدنا الإمام الشافعي وغيره من أهل الحكمة بيقولوا إيه؟ بيعالجوا الأشخاص اللي هم مصرين يؤذوا أنفسهم مع الأشخاص أصحاب الشر اللي مصرين يلدغوا من الجحر مرتين وثلاثة وعشرة. سيدنا علي بن مدين لما كان يسمع حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يقول والغافل يلدغ مرات ومرات. يعني الغافل يلدغ مرات. فهو بيتكلم لا تكن غافلا بالمعنى السيء، مش بالمعنى الحسن. يعني مش لا تكن متغاضيا، لا تكن غافلا بمعنى ان انت ما تستفدش ولا تتعلم الدروس. لان وما يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. ان انا احط فلوسي مع نصاب، هل دي من الحكمه؟ لا طبعا، ليس من الحكمه. لا طبعا. يبقى هو ده اللي بيتكلم عنه، ان سوء الظن في من هو مش محل ظن، محل سوء من حسن الفطن، من الحكمه. عظيم. طيب ننتقل للصفه الرابعه. الصفه الرابعه ان هي تكون ممتنه. ممتنه، ممتنة يعني بتشكره، بتحس بان هو بيبذل. كتير من الرجاله يجي يتوجعوا ليه يا سيدي؟ انا محدش حاسس بيا. من اهم اكسيرات الزواج الامتنان. احنا في الوقت اللي احنا فيه دوت اكتر حاجه ممكن يعملها الزوجين، وهي مش هتكلفهم كتير لاصلاح ذات البين وتخليهم الناس مرتاحين، ان هم يمتنوا لبعض قولا ولا عملا ولا تعبيرا ولا الاثنين. بس في الغالب الراجل في الغالب في بعض الاحيان بيبقى الامتنان امتنان اللفظي اهم عنده من الامتنان الفعلي، لان هو شايف نفسه متحرك ويقدر يخدم نفسه. لكن الست الامتنان الفعلي مهم. تقول لك انا اهم حاجه يعبر عن حبه بان هو يكون بيحميني بيساعدني بكده. لكن الامتنان شيء مهم جدا 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 عند الرجل، لان احنا متفقين النتيجه بتاعت السبع حاجات دي، عشان نخاف الوقت يجري مننا وما اقدرش، النتيجه بتاعت الحاجات دي ان هو يحس ان هو بطل. بطلها. بتعمل له حاله اشباع نفسي بلغه علم النفس. جدا. اقول لحضرتك حاجه كده على جانب الحب وجانب الحاجات اللطيفه. يا ريت. ايه اللي يخلي الرجل يبذل كل ده من اجل البيت؟ ان هو حاسس ان هو فارس نبيل. طب ايه اللي لازم ندعم هذا الشعور فيه، ان هو يبقى نبيل فارس. مش هيحصل ده. أدي المسؤوليه. مش هيحصل ده غير لما تكون واثقه فيه.
وتمتن له وممتنة لي. يجي الأمر السادس إن هي تكون داعمة معبرة. لا معبرة عن معبرة عن حبها. ده الخامس. معبرة عن حبها. الزوج بيحب إن الزوجة تفضل، لأن جزء من الفروسية إن هي عنده واحدة معجبة بيه. عسأل سؤال، ليه في بعض الأحيان بيحصل الاحتواء البديل، الاحتواء الرجل البديل عشان لقى واحدة معجبة بيه؟ كتير من الزوجات تقول ما انا عرفته خلاص اعجب بيه، ما انا شايفاه طول النهار. لا، انت معجبه بيه وعشان كده مستمره معاه. في اشياء غير منطقيه بتحصل في الجواز، سببها ايه؟ النفس الاماره ووضع الكرامه في غير محلها. طب اسمح لي، لا دي نقطه عايزه اشرحها اكتر، بس معانا مداخله. معانا استاذه ميسة من القاهره، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي سامعيني. كنت عايزه الشيخ بس سؤال. اتفضلي سامعينك. حضرتك، انا زوجي كذا مره كده اشوف حاجات مش كويسه على الموبايل. كلمتيه؟ فبيجي لي حاله عصبيه في الوقت الحالي يعني. كلمتيه في الموضوع ده ولا لا؟ ايوه، في الوقت ده لما بشوف الحاله العصبيه بتجيلي. بتجيلك انت. بتجيلك انت، انت بيجيلك حاله عصبيه. تمام. وكلمتيه في الموضوع ده؟ هو بينكر ان هو اللي هو ان هو اللي منزل الحاجات دي او كده. وانت شفتيها على تليفونه صح كده يا استاذه ميسة ولا ايه؟ بالظبط. على طيب. لايف بيطلع لايفات او حاجات زي كده. طيب ايوه يا طيب، هرد على حضرتك، شكرا لاتصالك. الحاجات دي في بعض الاحيان بتبقى محتاجه تدخل من حد يخليه يتعافى من حاجات اللي كانت موجودة في التنشئة. المواجهة معها واضح إن هو ينكر، فإذا الخوف بقى إن هو لو اعترف ووديت المسألة. إحنا دلوقتي بنشيل الطرق الحلوة لمعالجة المشكلات بتاعت الناس. لمين يعني إيه؟ هي المفروض تعمل إيه؟ هقول لها دلوقتي. يعني إحنا بنشيل الطرق الحلوة عشان نعالج أحبابنا، هنشيلها لمين اذا ما كانتش هي؟ هو هيشيلها لزوجته وهي هتشيلها لزوجها. صحيح، مين اللي يعالج؟ هي مفكر هي التفكير الاساسي اللي عندها ايه؟ ان هي ان هو الراجل ده لا يستحق الثقه فيه. انا اتجرحت، ما فكرتش ان هو صاحب معصيه وانا عايز اعينه على انه يترك المعصيه. ده تفكير نبيل قوي. واحنا متجوزين عشان نبقى مع بعض، يبقى احنا متجوزين بعض عشان نبقى انا بقى ابن اصول وهي تبقى بنت اصول. صحيح. ده يعني اكتر حاجه خابت من حياتنا، فعملت لنا مشكله ان احنا لازم نرجع اولاد اصول تاني. انا عندي واحد حبيبي وجوزي وهو برضو عنده زوجته، لما هي تعمل خطا فادح في الاخر في معصيه، احنا عايزين نعمل ايه؟ نخليها تبطل المعصيه ونخليه يبطل المعصيه. فاحنا مش بنتكلم في حق الزوج بس، يعني انا مش عشان راجل بتكلم عن الزوج، لا انا بتكلم على اللي هو منتظره. وفي كتير من الازواج لما الزوجات ساعدتهم على انه يترك هذه المعصيه، ايه اللي حصل؟ يا الله، اعتبرها مخلصه، كان ينظر لها على انها ملك، وبقى حبها مضاعف. طبعا حتى تاني خالص حبها هي دي، وبقت هي تكاد تكون هي الشيخ بتاعه وهو المريد. يعني عظيم. لما احس كده يقول لها طب انا اعمل ايه؟ تقول له اعمل كذا. طيب اسمح لي ناخد الاستاذه شروق من الجيزه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايزه اسال فضيله الشيخ. اتفضلي. انا متزوجه، وللاسف ان انا وقعت في خطا كده وارتكبت ذنب كبير في حق نفسي، وانا مش عارفه اكفر عنه ازاي، وانا بجد بموت كل لحظه من جوايا. يعني انا ندمانه جدا على اللي انا عملته، ومش عارفه اصلا انا وقعت في الخطا ده ازاي، مش عارفه اكفر عن الذنب ده ازاي. اقول لحضرتك، شكرا. لو كان سؤال حضرتك دوت نعمل ده نكفر ده، اقول لحضرتك ازاي. اتفضل. اول حاجه نقفل الابواب المواربه. بمعنى عشان ما نقعش تاني في بلوك، في حاجه اسمها بلوك، في حاجه اسمها اقطع كل الصلات، لو في اي نوع من انواع الابتزاز احط صوابع فين الراجل، يعني كده، يعني في حاجات كده، في حاجات لا، في لازم اقطع، لازم اقطع من مهما كانت النتائج. اي نتيجه هتترتب على القطع ده اخف مليون مره من وجود الباب الموارب. الابواب المواربه لا تاتي الا بالسموم.
يعني مش بتاتي بنسمه هوا كده يقول لك اسيب الباب الموبايل بره، او ذكرى تيجي كده ولا كده، فكره تيجي، او الواحد بدل ما يقع في الذنب يفتكر الذنب، مش لازم يعني يقع في الذنب او يفتكره، يحوم حول الحمى. لا لا خالص، هو هي بتقول حصل ايه في الادمان، وذاك جيد جيد ان هي في الادمان في حاجه اسمها الزحليقه، ان الانسان اول ما بيقف في الادمان بيروح نازل بقى وكمل مرحله العوده. وعشان كده ايه اللي حصل، هي اول حاجه قلنا تقفل الابواب المواربه، تاني حاجه لا تذكر نفسها بهذا الذنب خالص، يعني تتوب توبه نصوحه خلصنا. وتجتهد الى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ان الكبائر في الغفران كلمن، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. اللمم صغار الذنوب، صغار الذنوب، استغفرت ربنا وخلاص وأقبلت على الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا تروح تستغفر ربنا وما تروحش لأي حد، أي حد، لأن احنا بقى شفنا بلايا بقى. يجي واحد يقول لها أنت عملت كذا 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 كذا، ويمكن تقع تاني اتطلقي من جوزك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفنا في الإرشاد الزواجي، شفنا بلايا بلايا. وبعدين بقى يجي اخوانا بتوع التدين كم بقى، لما يجي يقول انت المفروض كنت تترجمي وما اعرفش كمان، اوعى تسمع الكلام ده خالص. لا تكفير الا بتنفيذ عقوبه. رسول الله رد المراه لعلها تذهب ولا تاتي. نعم صلى الله عليه وسلم. رد الغامديه لعلها تذهب ولا تاتي، فاللي حصل توبتي الى الله، انسي لا تتذكري الذنب، واحسني لزوجك بطريقه غير لافته للنظر، احسني لزوجك احسان، ادفع بالتي هي احسن. عظيم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم ولي حميم. فضيلة، لا أنا كمان قصدي إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. قانون الإزاحة إن هي تزيح السيئات بالحسنات. عندها شخص هي أساءت إليه، تحسن إليه بس. عظيم. سنة سهلة. طب والله ده مسك الختام فعلا. الله يرضى، سواء منه ليها أو منها ليه. طبعا طبعا. وشوف الله سبحانه وتعالى قدر إيه، زي ما كنا بنتكلم على اختنا اللي كانت بتسالنا، جه الجواب كمان على اختنا اللي بتسال وفيده. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياه عشان الناس تعرف ان الحياه اذا كنت تحيا مع الله فالله هو الذي يملك النهايه، فلا تجعل لحياتك نهايه فتفتات على الله. والعياذ بالله. حياتك ما انتهتش، انت قدامك الله سبحانه وتعالى نادى عليك، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا هو مسك الختام. فضيلة الدكتور عمرو الورداني صاحب الرأي والفقه الأيمن، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإفادة الطيبة، ودايما بنستمتع بمحاضرات حضرتك الجميلة دي لما بترينا الواقع المعاش في المجتمع، بحيث أن احنا نوعي أهلنا الطيبين. شكرا جزيلا لفضلك. شكرا سيدي. واسمح لي أوجز ما قلت. تفضل. وختاما أقول، وكأني بلسان خاطب محب يقول لمخطوبته، أو زوج محب يقول لزوجته، أحب أن تكوني لي متفهمة بسماح، لا مستفهمة بإلحاح، مقدرة ولو بالتلميح، لا قادرة بالتصريح، ممتنة لا منانة، كاتمة سر لا هاتكة ستر، واثقة بغير حدود، معبرة بغير صدود، اجعليني أميرك أمام الناس، لتكوني ملكتي أمام الله والناس، أنت بعض خلقي وبوصلة خلقي، أنا لك من الخوف أمنة، وأنت لي من الزلل عصمة. دمتم بالحب أحياء، في أمان الله.